ويلا بينا بقى هنخلل القرنبيط. القرنبيط من الخضروات اللي متوفرة جدا دلوقتي وطعمها حلو قوي قوي، زيها زي الكرنب. فالنهارده هنخلل القرنبيط مع بعض بطريقة سهلة ويطلع معاكي 10 على 10. بينا نقول المقادير. مقاديرنا النهارده هتكون وحدة قرنبيط متوسطة الحجم، هنحتاج لها حبة بنجر متقطعة شرايح، عندنا كمان 5 فصوص من الثوم، محلول التخليل بقى بتاعنا وده نقدر نضعفه زي ما احنا عايزين، 3 كوبايات مية، 3 معالق كبار ملح، نص كوباية خل، ومعلقة صغيرة من السكر. طيب لو الكمية اللي انا عملتها دي ما غطيتش كمية القرنبيط اللي عندي اعمل ايه؟ اضاعفها مرة تانية بنفس المقادير، يبقى 6 كوبايات مية، 6 معالق ملح. اهم حاجة ان لكل كوباية مية معلقة كبيرة من الملح علشان يطلع معاكي ملح المخلل مظبوط، وتفضل معاكي او يفضل معاكي المخلل حلو وما يطراش وما يتهريش منك، كمان ما يعملش ريم والكلام ده كله. هنقول واحنا شغالين ازاي نحافظ على المخلل يفضل معاكي لغاية اخر فترة نظيف وزي الفل. احنا حاطين ميه على النار بتغلي، تمام. الميه دي تعالوا بينا بقى نضيف فيها الملح والسكر والخل زي ما اتفقنا، لكل كوبايه ميه معلقه كبيره من الملح، يعني لتر الميه عباره عن 4 كوبايات، هنحط له 4 معالق كبار من الملح. ونحط السكر ونحط كمان الخل، اقلب بقى وادوب السكر والملح كويس في المية اللي بتغلي. تعالوا بينا كمان نضيف شرايح البنجر، تدي لون حلو جدا جدا للقرنبيط. مجرد بس ما تغلي هبتدي انزل فيها زهرات القرنبيط بتاعتنا اللي احنا مقطعينها قطع صغيره، طبعا غسلينها كويس ومنشفينها من الميه، تمام. وانت بتنقي القرنبيطه هاتي القرنبيطه اللي بتبقى ما فيهاش فراغات، هاتيها اللي بتبقى نقول عليها ايه، مليانه الزهرات لازقه جنب بعضها ويكون لونها ابيض فاتح بالشكل ده، دي عشان تديكي افضل طعم وافضل نتيجه. قالوا بينا بقى الميه غليت، هرفعها من على النار. بسم الله، واخدين بالكم لون الميه بقى عامل ازاي؟ بقى حلو جدا. تعالوا بينا بقى نرص القرنبيط في برطمان التخليل. مع القرنبيط ما شاء الله اتحط في البرطمان خلاص والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى ايه، انا همسك فصوص الثوم افتح كل فص بس نصين كده وابتدي انزله عشان يدينا بس ايه طعم كده حلو، تمام. واجيب بقى ايه مغرفه ابتدي اخد من الميه اللي احنا كنا او المحلول الملحي اللي احنا عملناه علشان نصبه فوق القرنبيط. قلتولي بقى ليه حطينا ميه مغليه على القرنبيط؟ دايما بنخلل المخللات بنغلي الميه ونسيبها تبرد تماما وبعدين نحطها على الخضار اللي احنا هنخلله. النهارده حطينا الميه مغليه وسخنه فوق القرنبيط عشان نتفادى جزئيه كده بتبقى مش لطيفه خالص واحنا بناكل القرنبيط المخلل، بيبقى فيه ساعات لو احنا خللناه من غير ميه مغليه كده وانت بتاكليه تحس ان هو بيزيق شويه واحساس بيبقى رخم قوي، فعلشان نتلاشى المشكله دي لازم الميه اللي يتخلل فيها القرنبيط تكون سخنه جدا، يا اما ننقعه هو في ميه مغليه 10 دقائق وابتدي بعد كده ان انا اخلله في ميه عاديه بارده، او ان انا اعمل اللي انا بعمله النهارده واحطه في ميه سخنه هيطلع معاكي 10 على 10. انا هفضي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى عرفنا ليش معنا النهارده حاطين على القرنبيط الميه سخنه بتغلي علشان نتفادى حته التزييقه اللي بتبقى في القرنبيط المخلل. المخلل خلص،
طيب هيقعد قد ايه علشان يستوي؟ يعني هنسيبه اسبوع بقى كده ونبتدي نفتح عليه، هيبقى تحفه جدا جدا ولونه جبار ما شاء الله بجد، هايل وما اخدش مننا وقت ولا مجهود.